ما ننساوش واحد المساله ديال لي جوان بروس، خاص ضروري وضروري ومؤكد انهم يكونوا جوج ديال لي جوان بروس، واحد على اليمين وواحد على اليسار، باش كيحبسوا لينا الباب ملي كنسدو هنايا. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جميع الاخوان كيبغيو يستغلوا البلكون او التراس ويحولوه الى جلسه تكون هي المتنفس ديال المنزل ديالهم، ولكن المشكل اللي كيبقى مطروح هو الكيفيه ديال التسقيف والتقفيل ديال هذا البلكون، بحيث انه يسمح بدخول الاضاءه والتهويه بشكل كافي. لهذا هذا الفيديو غادي يكون عباره عن جوله في عده بلكونات، غادي نقربكم من احسن طريقه لتقفيل هاد البلكونات مع معلومات مهمه اكيد غادي تنفعكم في الاصلاحات المنازل ديالكم. فيديو غادي يكون مهم، غير تابعوه الى الاخر. ولكن قبل ما نبدا ما تنساوش تهبطوا لتحت وتعملوا واحد اللايك. وبطبيعه الحال الخدمه ديال البلكونات اللي غادي تشوفوها في هذا الفيديو كامله هي ديال المعلم زكريا من مدينه الدار البيضاء، وكيخدم تقريبا في جميع المدن المغربيه. ودابا غادي تشوفوا معايا اول بالكون اللي خدموا المعلم زكريا بالسيستيم اكورديون. وكما كتعرفوا كاملين بالنسبه للسيستيم اكورديون هو احسن طريقه اللي نقدروا نسدوا بها البالكون او التراس ديالنا، لان عنده عده مميزات. وقبل ما نتعرفوا على هذه المميزات غادي نخليكم مع المعلم زكريا المتخصص في الزاج وفي الالومنيوم وفي الانوكس، واللي عنده سنوات عديده من الخبره في هذا المجال، هذا يعطيكم بعض التفاصيل المهمه اللي ضروري خصكم تردوا معها البال. بالنسبه للقفل كنديروا جوج ديال القفولات، يكون واحد من التحت وواحد من الفوق. الطريقه ديال الاستعمال ديال الحلال ديالو كتكون سهله، كتكون بحال هكا كيتحل، وكيكون هاد لي جوان اللي كيتسد لينا على الزاجه اللي هي هذه، هي هذه بحال هكا. هاد البلاصه هادي كيولي هاد جوان ايطونش على قبل، على قبل الشتاء، على قبل البرد، على قبل بزاف ديال الحوايج. المساله الثانيه لا فينيتور ديال السيليكون بيان فيني، ما كتبانش انها دايزه. دونك هنا راه كاين واحد البلاص، واحد الخط ديال السيليكون اللي بين هاد لابارتي فيكس وبين السيستيم اكورديون. وكما شفتوا معايا من خلال الفيديو تبارك الله ما شاء الله المعلم زكريا خدم هاد سيستم اكورديون في هاد البالكون باحترافيه كبيره وبجوده واتقان، طلعت خدمه فينيه كما كيبان لكم. وكما قلت لكم من بين الايجابيات ديال التقفيل او سد البالكون بهاد سيستم اكورديون هو اننا ملي كنجمعوه ما كياخذناش واحد لسباس كبير في الجنب، تقريبا واحد 15 سنتيمتر، وكيبقى البالكون ديالنا كامل مفتوح كاننا ما سدينوش. يعني كتقدر تدخلنا الشميشه، تدخلنا الاضاءه التهويه، وكنستافدوا مزيان من هذاك البالكون ديالنا. وايضا من الايجابيات ديالو كما كتشوفوا معايا هذا الاكورديون من برا كيعطينا واحد الجماليه للواجهه ديال المنزل ديالنا، يعني هو كيجي انيق بزاف بالمقارنه ما اذا سدينا البلكون ديالنا غير بالكوليس العادي، لان الكوليس العادي كيكون فيه هذاك البروفيل ديال الالومنيوم وكينقص من الجماليه ديالو، بخلاف هذا السيستم اكورديون اللي كيكون كامل مخدوم بالزاج كيعطي واحد الاناقه زوينه للواجهه ديال المنازل والفيلات. واحد النقطة مهمة غادي نأكد لكم عليها وضروري ما تطبقوها في المنازل ديالكم، هو بالنسبة للمعلم زكريا دائما الأكورديون كيخدموا بالزاج ترومبي، الزاج يكون طايب والسمك ديال هذاك الزاج يكون 10 مليم الفوق، يعني ما يكونش أقل من 10 مليم باش كيجي هذاك الزاج صحيح وما يشكلش خطورة على موالين الدار وحتى على المعلم أو الصنايعي اللي كيركبوا. ودابا غادي تشوفوا معايا بالكون ثاني، وغادي نخليكم مع المعلم زكريا يشرح لكم مزيان المشكل اللي لقاوه في القبض ديال هذا البالكون ملي جاوا يسدوه بالاكورديون. والمشكل اللي لقيناه هو اول مشكل ديال القبض، بزاف ديال الناس كيبداو هاد المشاكل في القبض. دونك ملي كنفكر انني ندير سيستيم اكورديون في البالكون ديالي ما خصنيش ندير جوان كرو. دونك ملي يجي القباص عندي للدار نقول ليه دير ليا بلافو سامبل، ما ديرش ليا جوان كرو، ما ديرش ليا انه يكون واحد البلاصه هابطه وواحد البلاصه طالعه، لا. علاش؟ لان لاكورديون ما غاديش يتحل. بالنسبه لهذا البالكو هذا كما كتشوفوا درنا واحد 20 سنتيم بارتي فيكس، علاش؟ لان المشكل ديال القبص دار اللي خلانا اننا اضطرينا اننا نديرو 20 سنتيم فيكس عاد نبداو لاكورديون ديالنا.
المسألة الثانية في الباكو، إذا كنا غنديرو هاد لي جوانكرو اللي كيديرنا الباص خصنا نديرو سيستيم كوليس عادي بلا لي مليون. المسألة الثالثة اللي بغيت نوصل لكم تحت لاكورديون يكون سيستيم كوليس، لما يكون كيتحل وكيتسد. علاش؟ ملي كنبغيو نطويو هاد الزاجة مثلا، كون درنا زاجة بارتي فيكس كبيرة ما غنلقاوش كيفاش اننا ننظفوها مستقبلا، دونك ديما خصنا نعيطو للمعلم انه يحيد لينا الزاجة وننظفوها عاد نقدرو نستافدو منها. ولكن في سيستيم بوليس ممكن لو في الدار او مناسب الدار تحيدو تعاود تردو وتستافد منو، وفي نفس الوقت الا ما بغاوش يستافدو من لاكورديون يحلو غير هاد ليسباس هذا ويبدا هو المنزل ديالهم. رجعو لاكورديون ديالنا، لاكورديون كيتكون من فيغ ترومبي، الزاج ديال العشرة ديال الميليم، كنعاود نكررها، الزاج ديال العشرة ديال الميليم فيغ ترومبي كيكون طيب، ميداش واحد الزاج لي عادي. أنا هاد المسألة كنقولها حتى للحريفية الله يهديهم، كاين بعض الحريفية كديرو هاد المشاكل، ريسك عليهم وريسك على الزبون ديالهم، دونك هنا كتبقى المسألة ديال الثقة. بالنسبة للاليوميوم كاين عدة أنواع في الاليوميوم، عدة أشكال. بالنسبة للاكورديو باش كنخدمو حنا نوع تركي، نوع ديال تركيا اللي جودة عالية ومجرب وديجا خدمنا فيه عدة مرات الحمد لله ما كيحشمناش. شكرا بزاف معلم زكريا على هاد التوضيحات المهمة، ودابا وصلنا لواحد النقطة اللي كتهمكم بزاف ودائما كتطلبوها مني وهي الثمن. الثمن اللي كيخدم به المعلم ابتداء من 2200 درهم كيقدر يوصل للثمن ديالو حتى 2800 درهم. علاش الثمن ديالو متغير؟ لانه كيبقى على حسب الشكل الهندسي ديال البالكون اللي باغيين تخدمو، واش على شكل ال او على شكل اي او لا فيه الميلان او الانكليني، وايضا على حسب هذا البالكون فين كيتواجد، واش كيتواجد في الطبق الاول الطبق الثاني او لا كيتواجد في الطبق الثامن. يعني كل ما زدنا في العلو كيزيد الثمن ديالو، وكل ما كان الشكل الهندسي ديال هذاك البالكون فيه يعني فيه المشاكل الثمن ديال الاكورديون كيتزاد. وايضا الثمن كيطلع على حسب اللون ديال الاكورديون، اذا كان اللون ديالو رمادي اللي هو اللون الاصلي كيكون الثمن ديالو ناقص شويه، على اذا كان لون اخر اللي غادي يكون مصبوغ بطبيعه الحال. اذا الثمن اللي عطيتكم كيبقى ثمن تقريبي فقط، يعني باش تعرفوا الثمن اللي غادي يخدم لكم به المعلم اكزاكت ضروري تتواصلوا معاه وتصوروا له البالكون ديالكم وتعطيوه القياسات عاد يقدر يعطيكم الثمن المضبوط. ودابا المعلم زكريا عايزيد يوضح لنا واحد النقطه ضروري تردوا معاها البال. خاص ضروري وضروري ومؤكد انهم يكونوا جوج ديال لي جوان بروس، واحد على اليمين وواحد على اليسار باش كيحبسوا لينا البال اللي كنسدو هنايا. دونك هاد لي جوان بروس ضروري ومؤكد كيكونوا جوج لتحت وكيكونوا جوج من الفوق. ودابا غادي تشوفوا معايا بالكون اخر، وهذا البالكون جا ضيق مولات الدار قسماتو على جوج، الجزء السفلاني كما كيبان لكم خدماتو بالكوليس، ولكن الجزء الفوقاني خدماتو بالاكورديون. صراحه فكره ممتازه، كما كتشوفوا معايا الاكورديون جا غير صغير ولكن كتجمعوا في الجنب كتولي عندها هذاك الجزء كامل مفتوح، بخلاف اذا كانت مشات خدماتو بالكوليس نتوما كتعرفوا واحد الجزء غادي يبقى عندها مسدود يعني ما غاديش يتحل كامل. وحتى من الناحيه الجماليه جاها مزيون بزاف، ودائما في الفيديوهات ديالي كنحاول نشارك معكم افكار باش تستافدوا على جميع المستويات. دابا غادي نخليكم مع زكريا يوريكم طريقه التنظيف ديالو. حتى في النطواياج ديالو راه كيكون ساهل لاكورديون، ممكن انا نطوي هنايا نسالي نحل نطوي هنايا نسد هذه. ودابا غادي تشوفوا معايا البالكون الرابع. تبارك الله هذا الفيديو مفيد بزاف، لان هذه الجولات هذه كلها مهمه واكيد غادي تاخذوا منها افكار. وكما كيبان لكم خلال الفيديو بالنسبه لهذا البالكون هذا المعلم زكريا سدو بالاكورديون، ولكن هذا الاكورديون صابلي باش ما يبينش يعني كيحجب الرؤيه، وبطبيعه الحال كيبقى هذا الاختيار ديال مولين الدار، لان بزاف ديال الاخوان كيكون البالكون ديالهم مقابل مع البالكون ديال الجيران وكيبغيو الخصوصيه وكيخدموا بالزاج اللي كيكون فيه الصابلاج.
ومره اخرى غادي نخليكم مع المعلم زكريا يزيد يوضح لكم بزاف د النقاط اللي هي مهمه. خوطي 10 ديال الميلين دائما كنوصي على هاد المساله جميع الناس اللي غادي يخدموا سيستيم اكورديو الجاج ديال 10 فيغ ترومبي، ما تخدمش بالستاديب وما تخدمش بالجاج عادي او سامبل او ما طيبش. ودابا وصلنا للنهاية ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش من لايك، ما تنسونيش من التعاليق الجميلة ديالكم، ايضا بارتاجيو هذا الفيديو بين الاهل والاصدقاء وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي باش ناس اخرين حتى هما يستفدوا من هذه المعلومات هذه. شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم المتواصل، ولله يخطيكم عليا كاملين، وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.